المتتبعين والمتتبعات، الإخوان أخوات، كما كتشوفوا معنا احنا على المباشر شارع ولي العهد الأمير مولاي الحسن الله يحفظه الله ينصره، وملكنا محمد السادس الله ينصره، يتزين بالأعلام المغربية الوطنية بطبيعة الحال، يعني استعدادا للاحتفال بالحدث الأعظم، حدث المسيرة الخضراء بطبيعة الحال. إذا هنايا قمة الروح الوطنية، إذا السلطات المحلية داروا الإعلام، المحلات كلهم تهم دايرين الإعلام بطبيعة الحال استجابة للنداء الوطني، يعني واحد المشهد يعني كي كدوز من هنا من هذا الشارع تقشعر له الأبدان. إذا كنشكرو هنايا القايدة، كنشكرو أعمال السلطة وخصوصا السينوفل هو اللي واقف على هذا الشيء هذا صراحة. كما كتشوفوا معنا يعني واحد المشهد اللي جميل جدا جميل جدا، كما كتشوفوا ممن دوزوا كتلقاو الاعلام الوطنيه في كل مكان. اخوان الاخوات اللي كي كتشوف هذا الشيء صراحه كتفرح، يعني واحد الاجواء يعني كتمثل العظمه ديال واحد الحدث اللي عظيم بطبيعه الحال، واحد الحدث اللي ديال واحد البلاصه اللي عزيزه علينا المغاربه، واحد البلاصه اللي كانت قتلوا عليها، واحد البلاصه اللي من غدا انا يقولوا لي سير تحارب نمشي نتحارب، الصحراء المغربيه بطبيعه الحال الحدث الاعظم، وصانعه وعقله المدبر هو الملك العظيم الراحل حسن الثاني الله يرحمه بطبيعه الحال. اذا هذه هديه للاعداء باش يشوفوا قمه الروح الوطنيه ديال ابناء هذا الوطن هذا. كما كتشوفوا معنا الاعلام الوطنيه في كل مكان هنا بشارع، كتشوفوا معنا من مدوس اي بلاصه ديور حوانت في الشارع، يعني صراحه يعني واحد المشهد اللي جميل. هذه المقاطعه اللي تسكن على هذه الجهه هذه كنحيوهم بزاف، نحيو ساعه القائده هي القطعه السابعه، نمشيو للجهه الاخرى. الاعلام الوطنيه في كل مكان كما كتشوفوا معنا، الاعلام الوطنيه ثاني كذلك كتشوفوا معنا الاخوان الاخوات، يعني مشهد جميل كتقشعر ليه الابدان صراحه. يعني الاعلام راه شي حاجه اللي كما كنقولوا حنايا اللي كبيره بزاف، الاعلام الوطني راه على هاد الاعلام ماتوا عليه بزاف تاع الناس، ضحاو عليه بزاف تاع الناس ومازال كيضحيو. ان شاء الله حنايا هاد الجيل الجديد ان شاء الله نزيدو نضحيو ونزيدو نخدمو ونطلعو هاد البلاد. اذا الاعلام الوطنيه في كل مكان هنا بشارع ولي العهد الأمير مولاي الحسن بطبيعة الحال، يعني مما كندورو كنلقاو الإعلام الوطنية بطبيعة الحال. غادي نشوفو عاوتاني هنا الدخلة هاد على خور، تشوفو عاوتاني معايا المشهد جميل جدا. صراحة كنفرحو كي كنشوفو هاد الأجواء الوطنية. انا اختاريت هذا الشارع هذا الاخوان الاخوات لانه الاسم ديال واحد العزيز علينا ابن ملكنا الهمام وولي العهد ديال المملكه بطبيعه الحال مولاي حسن الله ينصره الله يحفظه، الشاب الجميل متواضع. كاريزما اش كيقول لك ذاك الشبل من ذاك الاسد، شوفوا معايا شوفوا شوفوا واحد المشهد رائع صراحه. شوفوا شوفوا الاعلام الوطنيه في كل مكان، يا سلام الله 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 عليك يا بلادي، عليكم يا ولاد بلادي، الله يعطيكم الصحه. شوفوا 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 شوف. مما تدوز تلقى الاعلام على القناه، الروح ديال الوطنيه تبارك الله ما شاء الله، مما تدوز الاعلام الوطنيه ترفرف هنا بهذا الشارع. كما قلت لكم انا اختاريت عندي واحد الاعتباريه، لا الاسم ديالو ولا مولاي الحسن بطبيعه الحال، اسم العزيز علينا، اسم
اللي دار هذه المسيرة الخضراء، المسيرة العظيمة، هذا الحدث العظيم اللي غادي يذكروا التاريخ بطبيعة الحال. من الحفيد والجد اللي طريت هذا الشارع هذا كما كنقولوا حنايا، يعني ماشي غير صدفة ولا انا تعمدت، ان علاش ولي العهد مولاي الحسن والحسن الثاني كما كتشوفوا معنا الاخوان والاخوات الاعلام المغربية منازل تا هما معلقين العلامات. عيد المسيرة الخضراء المضفرة بطبيعة الحال، هنا نشوف اعلام في مات شهر اعلام تبارك الله ما شاء 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 الله. الشارع كله كله فيما تمشي كتلقى الاعلام. ان شاء الله يوم المسيره نسمعوا ثاني خطاب تاع سيدنا ان شاء الله والمستجدات ان شاء الله، غادي يكون ان شاء الله شي بشائر اللي زوينه ان شاء الله يا ربي. اذا شكرا جزيلا على التتبع، ما تنساوش تبارطاجيو هذه المباشره.